حبيب بابا اقعدي بقى، خيلتيني دلوقتي هيظهروا. يظهروا فين دول؟ بقالهم اكتر من ساعتين يا بابا. يا رأفت يا رأفت، ده كل موبايلاتهم مقفولة. الله، ايه ده؟ شوفي مين مين قلبت الدنيا على سواق الكاريتا فص ملح وداب. كلم البوليس يا ماما والنبي. اه يا رأفت، حقني يا اخويا. أيوة، كلم البوليس. انا فعلا كده لازم اكلم البوليس. يلا كلم. حاضر اكلم. ايه ده؟ ايه رقم النون؟ رد يا بابا. ده ايه ده؟ ده فيديو كول ده ولا ايه؟ الو الو يا دكتور رأفت، احنا عارفين عنك كل حاجة، والفلوس اللي معاك دي تخصنا، وهنا تختار لك ذبيحة من التلاتة دول. انت ايه الهبة اللي بتقوله ده يا ارهاب؟ انت انا ارهابي؟ ايوه انا ارهابي. انا لا يمكن اسمح ابدا لاي حد انه يبتزني مهما حصل. ببتزك؟ ايوه انا بحب الابتزاز. لا 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 بيقول حاجة. اصبروا. ايوب لا ما في يا ماما اصبروا بس بقى. دول كده فجرين وانا ابن بلد وفاهم. بقولك ايه، اعلى مفخرك اركبه يا سيل ارهابي انت. بص راجل كملها جرجر. كل فلوس يا بيلي. يا رب ربنا يخليك يا اخويا. يا ربنا يخليك. ما تقلقش يا شرف، شرف هنجيب عيال. ما تقلقش. خلاص خلاص. حاجة ده ولا بتقول ايه يا نيلة؟ انت سامع في رقم حسابها يظهر لك على الشاشة، هتحول لي عليه كل فلوسك. ما فيش رقم ظهر عندي ولا حاجة. لا هو 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 ده. عايز اعمل ايه؟ حول. حاضر يلا اهو. مش هسامح نفسي ابدا على الولد اللي راح. ولا ضالي امين. الله يفتح عليك يا مولانا. شكرا قوي. الف شكر. يا حبيبي يا حبيبي. انت يا سيد مشكله يا سيد. الله ايه مات في دانا كلنا. ربنا يصبرك يا قلب عمتي. معلش يا دنيا يا حبيبتي، بكره ان شاء الله ربنا هعوض عليك برجاله احسن مني. مفيش رجاله احسن مني. اهدى بقى يا سيد. يا سيد اهدى بقى يا سيد. لا اله الا الله. الله يرحمه. والله العظيم اكتر حاجه حزه في قلبي انه مات في عز شبابه. معلش يا بنتي ما تزعليش، منهم قطعوا طرنشات. يا سيد نسايل نسايل كانت اكبر حته فيها تهولت الصباح. انا زعلانه بس عشان انتوا رجعتوا وهو مات. يا حبيبي بس يا ريتني كنت انا. اخويا انت متاكد ان انت مش عايزنا نبقى معاك؟ لا يا حبيبتي انا ما استناش عنكم ابدا. تعالوا بس نسيب دنيا لوحدها شويه ونديها مساحتها. اه خليك جنبك. انتوا على الله. خليك جنبك. شوفوا بيتكم بقى وحالكم، وانا كم يوم كده اقضيهم مع البنت هنا بس لغايه اعصابها ما تهدى. ربنا يصبر قلبها. مع السلامه. يسقيها يا رب كده. مش هتقعد حاجه يا اخويا. لا متشكر يا حبيبي. بأمانة والنعمة يا سيدي. مستورة توكل على الله. يلا معلش بقى سؤال مش في محله، مين هيحاسب على التكاسي دي كلها؟ جاي لك يا عزب. جاي لك في أمان الله. مع السلامة. مع السلامة. يا رب سامحه والنبي، ده كان طيب قوي. سامحوا يا رب، أنا كنت بحبه.
انا كنت بحبه قوي. طب بتعيطي ليه؟ طيب لما انت كنت بتحبيه. دنيا بابا، دنيا بصلايا يا ناس. ايه بس دلوقتي زين يا بنت؟ حبيب بابا فوق. انت عايش؟ ايوه عايش وبحب. امال ايه اللي انا شفته ده يا حبيبتي؟ دي كانت تمثيليه، وانا طلبت من حليم حبيب عمه ان هو يساعدني فيها علشان اربي الاندال اللي اسمهم سيد وشرف، واعرفهم ان الفلوس مش كل حاجه في الدنيا، والحمد لله جابت نتيجه. خلونا فيكم انتوا، خلونا في المهم. انتوا مش خلاص تمام ولا هترجعوا في كلامكم ولا ايه؟ تمام 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 ولا ترجعوا في كلامكم؟ تمام. طب يلا توكلوا بقى على الله. انا عايز خير ربنا عاجله، تتجوزوا دلوقتي حالا وتقضوا كام يوم كده عسل هنا، وبعد كده تشوفوا هتتببوا ايه في حياتكم ونفسك. ايه ده يا دكتور؟ ما تزعلنيش منك بقى، انا قلت لك انا هتجوز دنيا عشان بحبها مش عشان اي حاجه تاني. انت مالك انت يا بارد انت؟ الله، اب بيدي بنته العروسه وعريسها هدي يتجوزهم، انت ايه اللي دخلك كده يا رزق؟ انت تعالى في حضن عمك.